تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا جميعا الصلاة، اللهم وفقنا لأداء هذه الفريضة في مساجد الله مع الجماعة، وارزقنا اللهم الإخلاص والخشوع، وارزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، نتحدث عن فعل الخير. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله تعالى هو واهب النعم والعطيات، أمرنا جميعا بالركوع والسجود بعد أن نؤدي الصلاة ونؤدي الفريضة ونؤدي مقتضيات العبادة، نسعى جميعا إلى فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأسمى الغايات وأنبل المقاصد في هذه الحياة الدنيا أن الإنسان يحرص على فعل الخير ويسارع إليه، بهذا سوف تسمو إنسانيته ويتشبه بالملائكة، لأن الملائكة كل عملهم عبادة وطاعة وفعل الخير. ثم إن ذلك فيه تخلق بأخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين وأخلاق الصديقين، وكل هذا فيه مسابقة. الحق عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فنحن في أمس الحاجة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر بها وطن العزيز، وكذلك تمر بها الإنسان يا جمعاء، كل في موطنه. نحن مدعوون جميعا أفرادا وجمعيات وكل من يعنيه الأمر من أهل الخير، نتعاون فيما بيننا على فعل الخيرات ونتنافس في فعل المكرمات. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا بأنه سوف يعطينا أجرا وفير جدا، لأن على قدر العمل على قدر الجزاء. ولعل الله تعالى وضع هذا الفيروس المسمى بكورونا كوفيد-19 وضعه كأرنبة سباق لكي نتنافس جميعا في فعل الخير. الكثير منا كان عنده المال وعنده الإمكانات، ولكنه يقول فيما بعد، يسوف إلى متى، لا يدري إلى متى. لكن الآن ربنا وضع لنا سبب لكي نتنافس جميعا في فعل الخيرات، وبالتالي سوف يضع لنا أجور عظيمة، وسوف يضع لنا من الحسنات ومن البركات ما الله بعليم. الحق سبحانه وتعالى وعدنا بأنه سوف يعطينا محبته، وهذه أسمى شيء. الله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. كل من أحسن وكل من تصدق وكل من أعان على فعل الخير أو دل عليه كله إحسان، والله تعالى يعطيه مقام المحبة، والله يحب المحسنين. في هذه الظرفية الصعبة كل من ساهم في الخير الله تعالى يعطيه حماية كاملة. أحسن طريقة لكي نحمي أنفسنا
ونحمي أولادنا ونحمي أحبتنا من فيروس كورونا أو من كل بلاء أو من كل وباء أو من كل مرض أو من كل سقم، أو ندفع الرزايا كلها والخطر على أموالنا وأحبابنا، أحسن طريقة تأمين رباني وتلقيح إلهي، وهو أننا نتنفس في فعل الخير وفي فعل الرحمات فيما بيننا. يروى أن الإمام ابن المبارك رحمه الله، وقد كان من العارفين بالله من الصالحين، جاء عنده واحد سيد من أصدقاء ديالو، كان تاجر في إحدى الأسواق وعنده مال وفير، وغاب عنه مدة طويلة ما شافوش، لقى المحل التجاري ديالو مغلوق، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أين هذه الغيبة الطويلة؟ قال لي: قرحة أصابتني منذ سنين، وقد عالجتها بأنواع العلاجات، وأنفقت مالي على الأطباء، ولم ينفع بها علاج ولا دواء. فقال لها الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال لي: هل أدلك على عمل تقوم به وربنا يشافيك؟ قال لي: نعم. قال لي: أطعم مسكينا، أو اعطي محتاجا، أو احفر بئرا. هذا الرجل فعلا داب الوصية ابن المبارك، وكان ذاك الزمان كان عندهم زمان الجفاف وكان قلة المياه، فأخرج صدقة أعطاه لفقراء ومساكين، أكلوا وشربوا، وقال عندي الصدقة تبقى مستمرة. الصدقة الأولى ذيك القفة لا يعطيها الفقراء والمساكين سوف ينتفعون بها وتنتهي، لكن هناك صدقة أخرى غتبقى جارية. ما هي الصدقة؟ فكر فيه، هو المنطقة ديالهم أش محتاج لها؟ كان في عهدهم كان هناك جفاف، قلة المياه، شح للماء الشرب، فذهب إلى منطقة وحفر بئرا. قال: أرجو الله تعالى أن يمسك عني هذه القرحة وهذا الدم الذي يسيل في عرقي. وفعلا ما هي إلا أيام معدودات حتى الرجل صار يشفى في المنام. في المنام كيشوف رحمات كتنزل عليه، كيشوف بركات كتنزل عليه، بعد مدة قليلة اختفى الألم وزال التعب. ولما رجع إلى الطبيب بشوف قليل القرحة اللي عنده والعرق اللي كان عنده في رجله، كان يعطيه الألم الشديد وكان حابس له الدم، القبضة العرق تسرح والقرحة اختفت ورجع إلى كامل صحته وعافيته. وقال: لو أنني كنت أعلم لأخرجت هذه الصدقة منذ البداية، ما أنفقته عند الأطباء وعند الصيادلة وعند العشابين لا يعد ولا يحصى، وعند الرقاة وغيرهم، لو أنني استبقت ووجدت من ينصحني وبدأت بالصدقة للفقراء والمساكين لكنت قد وصلت إلى الشفاء العاجل، كما أكرم الله وحمد الله تعالى. فقال لي ابن المبارك: يا سيدي، إن الله تعالى يدفع الرزايا والبلايا والأمراض والأسقام عن عباده بفعل الخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعلا هذا ما أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال بأن الصدقة تطفئ غضب الرب. يقول العبد ربنا غضبان عليه، ربما نحن الآن في الكوكب الأرضي جميعا لا شك ولا ريب بأن هذا الفيروس الكورونا إنما هو غضب من عند الله، ولو أن البعض لا يحب أن يسمع هذا الكلام، ولكن هذه الحقيقة المرة. قد يقول بأن كبراء العالم وزعماء العالم يتحاربون فيما بينهم بيولوجيا، الصين ضد أمريكا ومنافسة داخل أوروبا وغير ذلك، كل هذه السيناريوهات محتملة، ولكن يبقى في الأول والأخير أن هذا الوباء الشديد والقاتل والمرعب والذي أغلق الشوارع والنوافذ والأبواب وحرم الناس من الزيارة فيما بينهم، لا شك أنه عقاب من عند الله وغضب، غضب لله تعالى. كيف يمكن أننا نطفئ هذا الغضب؟ نطفئه عن طريق الصدقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. النار لكانت شعلة أشكت فيها نصب عليها الماء، كذلك ربنا عز وجل إذا كان غضبان أكيد أننا نستغفره ونتوب إليه، ثم نتقدم بين أيدينا إليه بصدقات ونتقدم بفعل خيرات، ويرفع الله عنا هذا البلاء. فالصدقة تطفئ غضب الرب، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. مصارع السوء، تقول إذا غضب في الطريق ربما قد يتعرض إلى حادثة سير
مميتة، ربما قد يترك ممتلكاته بعيدا فتسرق، فيظل هذه الغيبة هذه ربما يكون شي سارق يدير لها كل اللي جمعوا سنين، محل تجاري أو ممتلكات سرقها، أو أنه عنده ممتلكات يصيبها التلف أو الإحراق، من يدري، لعل الله تعالى يحفظ الجميع. لكن حينما تتقدم بصدقات للفقراء والمساكين وتفعل الخير فإن الله تعالى يقيك هذا السوء، فعل المعروف يقي مصارع السوء. وهذه الصدقة وفعل الخير أيضا ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها الدرجات ويرفع بها المقامات ويجعل صاحبها في الدنيا عنده مقام طيب وفي الآخرة مقام طيب، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فالذي أراد أن يفعل الخير، هذه وصايا عامة أيها الأحباب الكرام، أننا أول حاجة نجعل العمل لله، أي عمل نقوم به يكون لله، لا سمعة ولا رياء، باش يكون مقبول، باش ربي عز وجل يجعله في ميزان حسناتنا، لأن ربنا عز وجل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن نصحح النية، أن يكون العمل أولا ابتغاء مرضات الله وأن نطفئ غضب الله لكي يرحمنا جميعا. نبتعد عن الرغبة في الثناء والجاه، كاين البعض ربما يحب أن يحمد، فلان أعطى مليار، فلان أعطى 300 مليون، فلان دار كذا وكذا، وهو يحب أن يحمد ويحب أن يشكر، هنا ربما قد يفسد عليه صدقته، نجعلها لله دون، هو مزيان يكون بالإظهار في مثل هذه الظروف الصعبة. الفقهاء والعلماء قال لك الصدقة من الأحسن ما تكون سرا، تكون جهرا وعلانية، كما سمعنا الحمد لله في تدبير صندوق كورونا، وكان الحمد لله أثرياء المغرب أعطوا مبالغ ضخمة وكبيرة وهائلة، مؤسسات كثيرة وشخصيات مهمة وقطاعات اللي هي محترمة، قطاع القضاء، قطاع العلماء، المجلس العلمي الأعلى للعلماء، القضاة تاع المملكة، رجالات مختلفين، رجال الأمن، رجال السلطة المحلية، واحد العدد ديال المؤسسات والشركات، كله أعطى وتم تبليغ ذلك في الإعلام، حتى فرق رياضية، حتى فنانين، حتى ناس مختلف الجهات. مزيان يكون في الإعلام طبعا، ما يكونش من أجل المدح والثناء، ولكن من أجل النية تكون هي الحث على العطاء والمنافسة في الخير، لأن بعض العلماء يقول لك بعض الأعمال نديروها سرا ولكن أحيانا تكون علانية أحسن، بحال مثلا قال لك الخروج إلى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة نخرج لها علانية، نلبس البياض ونتعطر ونمشي من طريق، وفي الرجعة نرجع من طريق أخرى باش هادو يشوفوني مشيت وهادو يشوفوني رجعت. كذلك صلاة العيد، صلاة العيد يمشي من طريق إلى الصلاة ديال المصلى باش يؤدي الفريضة، حينما يرجع من طريق أخرى، علاش؟ باش كل شي يشوفو وكل شي يعرفو ويسلم عليه الحجر والشجر ويستغفر له. هذه أعمال فيها الإظهار، حتى قالوا العلماء الجهاد في سبيل الله، الخروج إلى الجهاد كانوا كيخرجوا علانية، وكان البرح كيبرح كيقول يا خير الله هل أمي، يا خير الله هل أمي، الناس باش يخرجوا. وحتى في الحج هو كيكون بالإعلان، الناس كيلبسوا الإحرام متميزين عن الآخرين وكيرفعوا أصواتهم بالتلبية، ربنا قال لي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لإعلان، والناس يرفعوا صوتهم ويقولوا التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج يرفع صوته بالتلبية حتى يبح. لماذا كل هذا؟ للإعلان، الإظهار، لأن العمل الصالح ينبغي أن يظهر. فكذلك الصدقة وكذلك الهبة والإحسان وبدل المعروف في هذه الأيام ديال الكورونا جميل أن يظهر من أجل المنافسة على فعل الخير، ولك الأجر والتواب زائدا بإذن الله. فقط أن الإنسان يبتعد عن الرياء وحب الظهور، وطبعا أن الإنسان لا ينتظر رد الجميل من الآخرين، ولا يتبع هذا الأمر لا بمن ولا بنوع من الأذى، لقول الله تعالى قول معروف لمن قام يعطيه قول كلمة طيبة، لما عنده فلوس
يقول كلمة طيبة، كنلقاو في مواقع التواصل الاجتماعي البعض ربما قد ينشر شائعات وينشر أخبار كاذبة، وكل كنشر فيديوهات ديال المنجمين وديال النبوءات اللي كتثبت الرعب في نفوس الناس. هي شائعات سمعناها، شائعة قالوا بأن هذا العام غتكون سنة بيضاء، أبدا ما كانتش سنة بيضاء. العلم إن شاء الله غادي مزيان، والطلبة ديالنا في التعليم الرقمي غاديين، وخا كاينة صعوبات كبيرة ولكن هذه تجربة أولية بقى جنينية، وإن شاء الله غتكبر وغتستمر، غيفوت دوز كورونا ويبقى التعليم ديالنا الحمد لله يتطور، وغتبقى عندنا التلفازة التعليمية الثقافية، وعندنا التعليم عند بعد الرقمي وغنطوروه أكثر. هذه تجربة أولية فلا بد أن نشجعها، رغم الصعوبات تاع التلاميذ اللي ما لقاوش لي طابلات واللي ما لقاوش الانترنت، والاساتذه اللي لقاو ظروف صعبه وما لقاوش منين يخلص هو نفسه الاشتراك ديال الانترنت، وهو براسو الظرفيه الماليه عنده محدوده. ومع ذلك كل هذه الصعوبات غنتجاوزوها وغنبتوا الامل وغنبقاو غادي مزيان الحمد لله. واخطر ما كاين هما دوك اللي كيجيبوا اخبار اللي هي مخيفه، تقولوا ربما هذا كورونا راه بدايه عالم علامه الساعه، وانه غادي يبقى غادي تدريجيا كيحصد المئات المئات والالاف والالاف حتى غيوصل الملايين حتى غيوصل المليار وزياده غادي يوقف. هذا كله كلام ديال الناس اللي كيقولوا السخريه والاستهزاء، هذا كله كلام فارغ، لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله سبحانه وتعالى. وحنا علمنا القران الكريم بان سنه الابتلاء سرعان ما تزول، خصوصا إذا رافقتها التوبة الصادقة ورافقتها العمل الصالح ورافقها الاستغفار. والحمد لله احنا لقينا الناس كلهم يستغفرون، الناس كلهم يصلون على النبي، الناس كلهم إن صلح حالهم وأغلقت الخمارات وأغلقت المراقص الليلية وكف الناس عن الحرام، والأغلبية الحمد لله يقرأون القرآن في بيوتهم ويصلون، الحمد لله دي علامة الصلاح. وكان التعاون بين الدول والناس اللي كيفيقوا من جديد من الغفلات ديالهم، معنى هذا كله رحمة الله قريبة وسوف يزول هذا الوباء. فاللي ما لقى ما يعطي يقول غير كلمة طيبة، يقول كلمة طيبة ويشيع الأمل والتفاؤل في قلوب الناس لقول الله عز وجل، قول معروف، قول معروف يعني كلمة طيبة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نجتهد في هذا العمل الخير. بالمقابل الناس اللي هم محتاجين راه الحمد لله غيوصلهم رزقهم حتى لعندهم. هذه المرة الدولة بنفسها تقوم بتوزيع هذه الخيرات على الفئات الفقيرة والهشة، وما غتنسى حتى واحد، غتبدأ بالناس المنخرطين في بطاقة رميد، وبعدها إن شاء الله تعالى ستمر إلى الناس الآخرين، وغتبقى هكذا تدريجيا. والحمد لله الدولة لا عارفة المخزن لا تخفى عنه خافية، عارف كل منطقة فيها الفقر، المقدمين والخلفان والقياد والبشاوات والعمال ديال صاحب الجلالة عارفين المغرب شبر بشبر، وعارفين في كاين الفقر، وكل واحد إن شاء الله تعالى غيوصلوا الخير دياله. احنا كنتسناو واحد اللحظة غنعودوا نسمعوا إن شاء الله تعالى الدولة غتعود تجيب عوض الإنسان يمشي يتقدى هو في السوبر ماركت او في واحد المحل تيجي عندو السيرفيس، غتعود تجيب شاحنات وغتوضع في واحد الحي فقير وغتوضع القفف، وعارف المقدم شكون هما الساكنه اللي عنده فقيره، وغادي يعطيها ان شاء الله تعالى كل المؤونه اللي محتاجه اليها، زائد غلاف مالي في قدر ديال المال باش يشري المعقمات ويشري شويه اللحوم ويشري شي بركه اخرى يوسع نفسه، ريتما يفتح الله ابواب الرحمه ويزول هذا البلاء وهذا الوباء ويعود الخير من جديد الى الجميع. فعلى الناس اللي هما في ظرفيه صعبه غير يصبروا قليلا وربي غادي يكرم الجميع. فواحد الوصيه لطالبي الحاجات، تقول العلماء خصك ما تطلبش الحوائج الا من اهلها، لان البعض يطلب الحوائج من ناس اخرين قد لا يستطيعون او قد يكون استطاعته محدوده، انه يعاون عشرات الناس عشرين ديال الناس هو كيشوف 40 50 100 ربما لا يقدر. فاذا رايته بانه لا يستطيع لا تكلفه ما لا يطيق ولا ترهقه فوق طاقته، لانك اذا كلفت الاخرين فوق طاقتهم قد يصابون بغمة في القلب وانت لا تعلم، وقد يصابون بمشقه وكلفه النفس، راه النعاس ما كيبقى نعاس كيبقى يخمم. فلهذا اللي هو اهل الكرم كنمشيو لعندو نطلبوا منه هو راه غادي يجي حتى لعندنا، واللي هو ما قادرش لا نكلفه ما لا يطيق. ولا طلبنا شي حاجه
لا نطلب فوق حاجتنا. اللي عنده باش يقضي وما يجعل البركه، كاين ربما كيقول هذه مناسبه نجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وكيجمع مدخرات كثيره، هذا لا يلي قضي فتره ازمه. اللي عنده بركه الله يجعل البركه، وربي ما غينساش، راه ربي ما غينساش، راه المدخرات راه عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا ينبغي الانسان ان يطلب فوق اكثر من حاجته، بغي ياخذ كل شيء، لا ينبغي، لان هذا محق للبركه. ثم أن الإنسان الذي يطلب هو الذي يستحق، يستحق العطاء، لأن من لا يستحق العطاء يستوجب الحرمان. كل اللي عنده، كل اللي عنده الخير كثير وكيقول لك أنا محتاج، هذا لا يليق. خلي خوتك اللي ما محتاجش عندهم، كل اللي تبارك الله عنده مدخرات ديالو، كاين بعض القطاعات اللي مابقاوش خدامين، عنده غير سيارة إلى باعها راه ممكن أنه تنفق عليه شهور وسنة وزيادة. وعنده تبارك الله الخير اللي ممكن من ذهب وفضة ومدخرات، فنخلوا ذاك المياوم اللي ما عنده ما يدخر، ذاك اللي كان كيجيب النار يديه الليل، ذاك اللي عنده أجرة محدودة ما كيبوش 50 درهم، أما اللي كيصور ملايين الله يبارك ليه ويزيد الله من فضله، ما يتزاحمش مع خوتو الفقراء المساكين، لأن الذي لا يستحق استوجب الحرمان وكتبقى صب عليه والعياذ بالله. ثم اللي بغى يعطي واللي بغى ياخذ، كلنا خصنا نحترموا الكلام الطيب، أطيب الكلام، نختاروا الكلمات الرقيقة. اللي غيتكلم باش يعطي يقول كلام حلو، وذاك اللي غيطلب تو يقول الكلام حلو، ونجنبوا العصبية ونجنبوا ذاك الشنآن اللي كيأدي التشنج وكنلقاو السب والشتم. هذا كيقول لي واعطيني من ديالك، تقول لي وانت ما عطيتني والو، كيعود واحد الشب وكتضيع ديك النفحات الروحيه والايمانيه والربانيه وتزول البركه ويدخل ابليس والعياذ بالله. وطبعا ملي الانسان غادي يحصل على المبتغى ديالو لابد ان يشكر من كان سببا في ذلك العطاء، لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان كيقول لنا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كل واحد فينا لابد ان يشكر اولياء نعمته، الناس اللي كانوا سببا في هذا الرزق وهذا العطاء يشكر، والشكر كيزيد في الخير. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا له حتى ترون انكم قد كافأتموه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد اجزل العطاء وابلغ في الثناء. لما لقيت بنقول قولي جزاك الله خيرا، اما اللي لقى متسع ادعي دعوة الخير، الله يعطيك الصحة والعافية والرحمة في الوالدين، يرحم الله الاموات ويرحم الله البركة في الاحياء، ويزيد في الدعاء. فدعاؤنا يا رب يا كريم لكل أهل الخير ولكل أهل الفضل بالكرم والجود. أيها الأحباب الكرام، لن نطيل عليكم، نبقى مع فاصل وندير واحد دعوة ديال الخير لكل من أعطى. الناس اللي أعطاو اللي هما ظاهرين في الصورة احنا عرفناهم كلهم، ذكروا في الإعلام، وكاين واحد الجيش كبير ديال الكرماء اللي ما بينينش، ما عارفهم إلا الله تعالى، أنفقوا من أموالهم من حر مالهم وطيب مالهم وما بينينش وما معروفينش، وبغاو يديروا سرا لله. احنا ندعو لهم واحد الدعوة ديال الخير بالرحمة والمغفرة والرضوان، ونطلب الله يزيد الجميع خيرا في خير. فاصل ثم نعود لنرفع أكف الضراعة إلى الرحمن، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.